البداية كانت من يمكن 15 سنة، كان سني صغير، أنا من خلفية إسلامية، عيلتي عيلة مش متعصبة بل مسلمين عاديين تقليديين جدا يعني. اتربيت التربية دي كانت خلفيتي لغاية لما وصلت لسن يعني 15-16 سنة في الوقت ده، ويمكن كانت مراهقتي مختلفة لأن شوية برضو بابا يعني نمى في قراءة أو كان عندي خلفية ثقافية كويسة، فده فرق معايا في سني ده جدا. وكانت أول الدفعات ليا إن أنا أبتدي أتعرف على الأديان أخرى، أفكار أخرى. كنت بعرف مجالات تخصصية متعددة من ضمنها الدين يعني، ودي كانت بداية، كانت النافذة يعني اللي فتحتني على المسيحية. كان سبب من الأسباب. وسبب تاني، أنا كان ليا صديق في نفس عمري يعني وسني، وكنا أصدقاء جدا، وصديقي ده كان هو المحرك الأساسي ليا لأنه هو نفس خلفيتي، وفي الوقت ده هو آمن بالمسيح. ودي كانت الصدمة بالنسبة لي، جديدة في مجتمعنا إن إحنا نسمع من حد إنه جال المسيح يعني. كانت دي البداية، دي كانت صدمة بالنسبة لي، فحسيت إنه لأ يعني تأكيد هو مضحوك عليه يعني، عمري ما سمعت كده، وتأكيد هو ما عرفش كويس، ما عرفش إيمانه كويس، ما سمع كلمتين حلوين من حد فقال لك ده المسيحيين يعني، ما في ظروف لكن ايه مش عارف يعني. ما كنت ساعتها اعرف قوي انه الادعاءات اللي بتقول بياخدوا فلوس وبيحبوا بنات وبيتجوزوهم مش عارف ايه الكلام ده، سمعت بعد ما كبرت اكتر يعني، او بعد ما امنت يعني. المهم ايه، في الوقت ده ابتديت ابحث لانه الموضوع استفزني جدا، وكنت حاسس ان صديق عمري بيضيع، فكنت متشوق جدا ارجعه ازاي يعني. ودي كانت بدايه السكه، ابتديت اعرف الاسلام اكتر، ادرس اصول الدين مش اللي احنا متعلمينه من الاعلام وفي المدرسه والاسلام الشعبي بتاع البيت بتاعنا التقليدي جدا يعني. ابتديت اكتشف ان في حاجه اسمها اسلام شعبي واسلام اصولي، وانه الإسلام الأصولي ده حاجة مختلفة 180 درجة عن اللي طول عمرنا بنسمعه يعني في الإعلام والمدارس والكلام ده موضوع مختلف يعني، في إسلام تاني. فابتديت أعرف، وفي الوقت ده وقعت وسط جماعات إسلامية، وابتديت أحس إنه وسط الجماعات الإسلامية دول الناس اللي بيعيشوا الإسلام الحقيقي يعني. ودخلت فعلا، وكنت بنتمي لجماعة سلفية، وجماعة سلفية منشقة عن جماعات الإخوان زيها زي الجهاد زي التبليغ والدعوة زي كل، لكن تختلف ان هم شوية مش بيميلوا للعنف لكن هم بيميلوا للدراسة قوي، كتابيين قوي يعني، ويمسكوا الكتاب ويفصصوه وبتاع. المهم يعني كانوا بيهتموا قوي بتنشئة الاجيال الصغيرة، ويقدموا مجتمع يعني بيؤمنوا بالتغيير من خلال القاعدة يعني، من خلال الشعب، من خلال انه يبتدي يغيروا في الاجيال اللي طالعة الشباب، فيطلع المجتمع مع اسلامي بعد كذا جيل، يبقى خلاص يعني ممكن مش محتاجين يضربوا السلطه، مش محتاجين يموتوا الحاكم، مش محتاجين يعملوا اغتيالات، مش محتاجين لا يشتغلوا بالراحه، يشتغلوا في الاطفال الصغيرين، في الشباب، في المراهقين، في الطبقات دي، لغايه لما الناس دي تكبر وتبقى في مناصب وكده يعني. بس فالمهم ابتديت ادرس من خلالهم، ابتديت اكتشف بقى مجتمع تاني وعالم تاني خالص خالص يعني. في ناس امنه جدا جدا يعني فوق ما تتخيلوا، بتحب ربنا جدا وبتعيش بجد جدا، لكن ابتديت اكتشف ان في مشكله. ابتديت تغييرات غريبه على شخصيتي وعلى تفكيري وعلى كياني، المفروض ان انا في طريق الحق وفي طريق ربنا، وكنت ابتديت اقرا عن المسيحيه وافهم مفهوم علاقه الله وشخصيه الله، وازاي انه
مفهوم العلاقه ومفهوم التغيير. فقلت لا يعني بالتاكيد الاسلام فيه كلام ده اخر الاديان واخر الحاجات اللي منزله يعني، وهو شامل كل حاجه وفيه كل حاجه، فهو بالتاكيد فيه يعني المفاهيم اللي جت المسيحيه اوكي موجوده في الاسلام بالتاكيد. يعني انا هقولها يعني هكتشفها وهقولها لصاحبي وهقولها كل المسيحيين يعني يا جماعه في علاقه يعني، بس هي الفكره ان المسلمين عاديين مش ملتزمين، مش بيعيشوا التزام يعني. فلما انا هبقى ملتزم، لما هعمل كل الفروض، لما هصلي وهصوم وادي كل الفروض المطلوبه مني، هقول كل الاذكار اللي بتتقال، هبقى ملتزم بالصلاه يعني، لما ادعو اخرين، لما اجاهد، لما اعمل كل الكلام ده، بالتاكيد انا هبقى مؤمن كويس، وبالتاكيد انا هختبر هذه العلاقه وهذا التغيير، وهثبت ان الاسلام في اله حي وفي علاقه وفي كل الكلام. ودي كانت بداية سكتي. أنا قعدت في الجامعات حوالي 3 سنين ونص، دي كانت بداية السكة. وفي الجامعات ابتديت أكتشف شوية بشوية تغييري، وابتديت أكتشف الإسلام. هكلمكم عن تغييري وهتكلم عن الفكر شوية يعني. ابتديت أحس إنه إحنا نحب بعض قوي كجماعة، بنطلع نطلع اعتكاف زي الخلوة في المسيحية كده، بنطلع ندعو في سبيل الله، بنجيب شباب حوالينا يروح الجامع ويلتزموا بدل ما هم بيبقوا صيع ومش عارف ايه والكلام ده. في احساس تقوى عالي جدا وخشوع جدا، بنبكي في الصلاة جدا، وبنعمل كل اللي ممكن نتعامل يعني. او احساسنا ان هو ده بيوصلنا لربنا يعني، احنا بنتحرك لده. بس لكن ابتديت على قد ما بحب، ابتديت اخرج مع الجماعه، نطلع في زي قوافل كده مع بعض نعمل، بس على قد ما لقيتني ابتديت احب الناس دي قوي، والناس الجماعه بتاعتي قوي، على قد ما لقيتني مثلا لاول مره بضرب اخويا في البيت عشان ينزل يصلي، لانه ده امر الله، انه لازم لو ما في سن معين ما كانش كده لازم يضرب تلاميذ صاحبه ضربهم من 10 يعني. فلقيتني بضرب اخويا اول مره نود يقولي عليه يعني يضربه عشان ينزل يصلي، وهو بيقول لي انت مالكش دعوه بيا ومش عارف ايه، وانا كنت شايف. لقيتني ابتديت صديقي ده اللي انا كنت بحبه جدا، ابتديت احس بالضيق من ناحيته، ابتديت احس ان انا متضايق جدا وانا عاوز ابعد وما بقتش احبه، ابتديت احس ان في ناس اسمهم كفره المسيحيين، والناس دي ضلال، والناس دي المفروض ما نحبهمش، واحب اخويا اكتر منه. ابتديت كان وقتها كنت حرب افغانستان وروسيا والجهاد في افغانستان، وكنت بفكر اطلع واتحمست، وان ازاي ده الغرب الكافر والغرب الغير مؤمن والعالم دي تستحق مش عارف ايه والكرامات اللي بتحصل، وابتديت احس انه ابتديت اتكلم بقى بطريقه ان هو مش مسلم، وانه لانه ما بينزلش يصلي في الجامع فانت كافر وصلاتك مش نافعه، لانه الامور واضحه في الدين، والامور واضحه في الدين، هو فعلا في احاديث كتير بتتكلم ان الصلاه لازم في الجامع للرجل، ما ينفعش صلاه في البيت الا اذا كان له عذر قوي يعني، الستات بس للبيت. وابتديت اقفل التلفزيون وده حرام، وابتديت احس ان انا بتغير، بس بتغير لانسان انا ما اعرفوش، انا على المستوى الانساني بتاعي افتقدتني يعني. عارف لما تحس ان انت افتقدت الانسان اللي جواك، كان احساس صعب قوي، فقت عليه كده بعد وقت، حسيت ايه ده انا مش انا، مش ده اللي انا عارفني يعني في ايه. وابتديت عينيا تتفتح شويه على ان الفكر كده، وان الحدوته كده، هو ده التاريخ الاسلامي، هو ده المنهج الاسلامي، هو ده الله في الاسلام بيدعو لان انت تبقى. حتى الجماعات الاخرى كنا ضدها، و هناك 73 فرقه لكن فيهم فرقه واحده بس هي اللي هتدخل الجنه والباقي في النار، ونهار اسود. طب مين فينا؟ السلفيين ولا تبليغ دعوه ولا 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 على مستوى مين؟ من فينا؟ فلقيت الموضوع صح يعني، دخل في منطقة كده يعني أصابتني بالاكتئاب. التغيير اللي كنت ببحث عنه، روتياتي اتغيرت، إنسانيتي اتغيرت،
ازددت كرها لناس كتير قوي. فجأة الاحساس ده اترمى جوايا فمش حاكمه. ذهلت من اللي انا وصلت له كتوان. في الفترة دي وقفت قدام نفسي كتير قوي وقفت وشفت صديقي. شفت بقى حياة التغيير اللي حصلت له. يعني ده صديق عمري انا عارفه وعارف اهله وبيته ودنيته بنعيش مع بعض. حاجة تانية خالص مختلفة. كان بيحبني اكتر من ما انا بحبه. فما كنتش فاهم كتير قوي لكن كنت قادر اشوف الكلام ده على حياته. ما كنتش قادر لكن كنت قادر اشوفه على مستوى حياته هو. مستوى هو بيتغير ازاي بيتطور ازاي بيزيد حب ازاي بيزيد تطور ازاي ذهنه بيزيد تفتح حتى على مستوى الفكري. وابتدينا افكارين عكس بعض. وكنت كثير اتساءل وانا بصلي واصرخ قدام ربنا يا رب اذا كان ده في ضلال واذا كان ده مع ابليس واذا كنت انا في الحق فليه حياتي بهذا الشكل؟ ليه وانا بصرخ لك وبسجد لك وبصلي لك وبكي قدامك كتير وبعمل كل اللي انت بتقول عليه في كتابك ليه انا حياتي بتروح للأسوأ؟ وليه هو اللي مقود مع إبليس وإن هم كفرة هو حياته بتزداد بالأفضل ومش يوم ولا اثنين. أنا ثلاث سنين أربع سنين من البحث أربع سنين من القراءة والالتزام والمقارنة وحاجات كتير قوي. دي كانت رحلة طويلة يعني. ورغم ان انا كنت كتير بتعامل معاه بشكل مش جميل وياما خدت بشيوخ والشيوخ هزقته واتعامل معاه لكن كان مردود فعل مختلفه ومش ممكن كانت تبقى تمثيل. اللي بيمثل مره اثنين ثلاثه عشره مش سنين مش ايام. ده كان عايش انا وهو كنا عايشين في بيت الواحد يعني اهلي واهله يعني قريبين وانا معاه كل يوم وكل ساعه وفي المدرسه مع بعض وفي الجامعه مع بعض. يعني مش ممكن يكون واحد بيمثل طول الوقت مش ممكن لازم هتفلت منه حاجه. فانا كنت بشهد كيان حقيقي قدامي في حاجه مختلفه وما كانش قدرات لان انا عارف برضه وعارف تاريخه قبل الايمان وعارف هو يعني كان يعني شايف ازاي وكان فظيع ازاي وكان في حياه ما تسمى حياه الخطيه يعني. فكانت صوره واضحه قدامي. فده اثر فيا جدا وخلاني اعمل وقفه ووقفت قدام ربنا. وفاكر ان انا بعد اربع سنين من التعب والجهاد والدراسه والفهم واكتشفت بقى على مستوى العقيده والفكر امور كتير. يعني كنت بشوف اله صوره اله الاسلام يعني صوره قد ايه مشوهه عن الله. هذا الاله يعني يحتاج الى اله يغيره يعني. هذا الاله يحتاج الى من ينقذه من امراضه النفسيه ومشاكله وعدوانه واعتماده على البشر في الدفاع عنه وخلقه لملائكة يسبحونه من أجل إشباع ذات المريضة لأنها كائنات مسيرة ليست مخيرة وأشياء كثيرة من الحاجات اللي ممكن تحتاج إن هي تتضبط. يعني حسيت إن أنا على مستوى الإنساني كنت أفضل من هذا الإله. من مبادئ الإنسانية كنت أفضل من مبادئ هذا الفكر وهذا الدين. يعني اكتشفت ده بعد جهاد وتعب. يعني دي مش إساءة للإسلام اللي أنا بقوله لكن دي تجربة حقيقية أنا حسيتها ودقتها ودقت مرارتها ودقت تعبها ودقت جهادها يعني. وقررت أقف ولما قررت أقف قررت أجري ربنا بالتأكيد في إله بغض النظر بقى كان إيه وقتها الطريق لأني تعبت وحسيت إن إيه ده أنا اتضحك عليا. اقرر او اوصل لمنطقه ان مش ممكن اللي انا كبرت وتربيت وتعلمت وزرعت فيه يطلع غلط. مش ممكن. كان احساس صعب جدا فوق ما تتخيله. ولكن وصلت مرحله كانت بعد تجربه مش ممكن اقدر اكمل برضه في الطريق ده. مش ممكن حتى لو هبقى مرشد. كنت متاكد ان في اله فين طريق مش عارف. وكنت خايف برضو يكون المسيحية برضو انا شايف اخد يمكن تغير كل حاجه بس انا ما دقتش انا شفت عليه. وفي اكلم ربنا اقول له يا رب اكشف لي ويا رب فهمني ويا رب لو انت الطريق لو المسيح فعلا الله لو المسيح هو الطريق والحق والحياه زي ما الكتاب المقدس بيقول يا رب خليني مش بس اقتنع لكن كمان
تيجي لحياتي وتدوقني يعني ايه علاقة شخصية، وتدوقني يعني ايه تغير حياتي للأفضل، تعمل مني بني آدم محترم فوق رغباتي فوق نقصاتي فوق فوق أحقادي فوق كل مشاكل الإنسانية، ازاي تطورني وازاي تتعلمني وازاي تعمق. الكتاب المقدس كان فيه تعليم تفرق معايا جدا، وابتديت في الوقت اقرا تاني قراءه مختلفه، وكان في غمامه كانت بتتشال من على عيني، الشيخ شايف قبل كده الكلام ده، او كان عندي رد فعل، او كنت بيني وبينه حواجز. ابتديت اشوف تعليم جميله وعمقها، ابتديت شويه شويه احس بقناعه غير عاديه. فكره التجسد، فكره التجسد ما كانتش افكار صعبه، لكن بالعكس كانت فكره فيها ابداع، فكره ان الله هو اللي يجينا لان هو اللي قادر انه يجي، قادر انه يتجسد، قادر انه يحبنا ويحبنا برغم ضعفاتنا برغم خطيئتنا، هو حبه اكبر من خطيئتنا يعني واعمق. الفكره كانت رائعه، كنت حاسس انه استحاله احنا في كل هذه المواقف نقدر نوصل، لكن هو يقدر يوصل. لكن كان ينقصني ان انا اختبر هذا الاله. كنت بقول له كده تعالى لحياتي. إلى جان يوم وأنا قاعد بصرخ قدام ربنا وحسيت بفيض من حب اخترق حياتي لم أشعر به في حياتي، رغم كل التزامي وصلواتي وصومي واعتكافي ما قدرتش حتى أعمل بالإيحاء ربع أو واحد على بلاش ربع واحد على مليون من الإحساس ده. حسيت إن هو ده الإحساس اللي ربنا بيخاطبني بيه، وهو دي الرسالة اللي بيقول لي بص الحب اللي جواك النهاردة ده مختلف. كنت حاسس ان انا عاوز اوزع حبي ده على كل العالم. كنت فرحان جدا اليوم ده، رحت لصاحبي وقلت له انا حاسس احساس بيخترقني وبيكبر جوايا بالراحة عمري ما حسيته، احساس غريب. كنت الاول مرة احس ان الاحساس ده ليه علاقة بإله موجود، كنت اول مرة احس ان الاحساس ده بيعبر عن ان في إله للكون بيخاطبني انا شخصيا، جايلي انا شخصيا، بيتعامل معايا انا شخصيا، بيقول لي انا بحبك وانك لازم تتعلم تحب، وان القدره بتاعت الحب انا هديها لك، انت مش هتقولها، مش تعليم، مش فلسفه، مش مبادئ، لكن قدره وسلطان حقيقي جواك تقدر تعمل بيه كده، انا احط جواك ده. وكنت حاسس بقوي ده. اليوم ده كنت مش عارف اوصف لكم، انا الكلمات فعلا كان بعد 15 سنه لغايه النهارده مش قادر اشارك بالظبط عن قوه الاحساس اللي جوايا. وده كان وقت تغييري، ومن وقتها عرفت انه فعلا المسيح اللي انا حي، ومن وقتها ده كان بس عربون ما كانش كل حاجه. ومن وقتها لغايه النهارده وانا بختبر كل يوم احساس وعمق جديد، حياتي اتغيرت 180 درجه. لكن عاجز عن التعبير، واقف خجلان عشان انت عملت كتير. في قلبي كلام لكن عاجز عن التعبير، واقف خجلان عشان انت عملت كتير. مبارك اسمك عالصلاح والجود، أنا مقدرش أرد الدين ولو قضيت حياتي سجود. مبارك اسمك الغالي وشاكر عالصلاح والجود، أنا مقدرش أرد الدين ولو قضيت حياتي سجود. أنا مسنود
بكلمة ووعد في كتابك واقف كداود مكاني لو على عتابك انا مسنود بكلمة ووعد في كتابك واقف كداود مكاني لو على عتابك مبارك اسمك الغالي وشاكر عالصلاح والجود انا مقدرش